رب العالمين خلص يعني بعد آية آية يلعب آية الله واضحة هو خلص يعني هو ذاك الرب العالمين حبيبي ما تعرفت آية أنت إن الدين عند الله الإسلام هذه آية واحدة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أنا أبيكم شيء أنا أبيكم أحبابي بارك الله فيكم والله دقيقة أنا أرجع لك دقيقة أنا أكمل دقيقة لا لا أنا لك أنا أقول لك إيش أنا وصيتي لك وللأخ هذا وكل إخوة هنا عليكم بالقرآن والله القرآن أنا ما أقول لك السنة لأن تقول لي أنا ما أؤمن بالسنة لكن عندما تقرأ القرآن تصبح سني إن شاء الله هذه نصيحتي لك حبيبي هي سني أو شيعي احنا كنا نقرأ القرآن أنا شيعي أنا شيعي قدامك أقرأ القرآن وما أنت ما تقرأ القرآن حبيبي ما تقرأ وما تكلم أقرأ صوت قارعة هو ما قرأ صوت القرآن ما حافظ لا أنا فاهم مشكلة المشكلة عندما تقرأ عندما تقرأ بعض الأحيان تقرأ كما تقرأ جريدة هذا ما في فائدة بارك الله فيك والله إيش يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فالقرآن لابد إذن يحفظه أنت تصلي صحيح؟ الحمد لله أي سورة تقرأها في الصلاة؟ أقرأ سورة البقرة سورة الكرسي كلها أقرأها أقرأ سورة البقرة أقرأ سورة الكرسي إذا تبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات نسيتها كلها أقسم بالله لا ما في مشكلة بعد الحين تقرأ أنا ما لا ما في مشكلة يا حبيبي عليك بالقرآن أنا هذه نصيحتي لك يا حبيبي أقسم بالله شوف أنا رجاء شيعي قدامك بحياتي لا قبضت عليه للصحابة ولا سبيت عائشة أنا رجاء شيعي قدامك أنا قد تكلمنا كسي أنا أختي سنية وأمي سنية هل عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة الرسول خلاص الله يقول عن أزواجي عن الأزواج يكونون مع عن الزوجات يكونون مع أزواجهم في الجنة والرسول سلم يكون في أعلى جنة فعائشة تكون معه طيب طبعا لا أحد تكون معه خلاص قل طيب أكل قل طيب قل الله محشني مع عائشة ليش أقول الله محشني مع الرسول ليش أقول معه لأن عائشة تكون مع الرسول الله محشني مع أهل البيت كلهم لا مع عائشة عائشة أقول خبر الله يرضى على خلاص قل الله محشني مع فاطمة اللهم احشرنا مع فاطمه مع عائشه لا لكن مع فاطمه لا تجلسها تقيه لك تقيه هنا لا تقيه يا اخي لا لا حبيبي لم تشوف انا اقول اللهم احشرني مع امنا عائشه لان امنا عائشه اللهم احشرني مع فاطمه اللهم احشرني مع عائله الرسول كلها وخلاص كل ابو جهل من عائله الرسول ابو جهل من ابو لهب من عم الرسول ابو لهب يا بتعرفوا انا اقول لك احشرني مع عائله اهل الرسول اهل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة خديجه وعائشه هذا احشرني مع لا انا ارى شو حبي انا اعرف هذه تلعب انسان يتلعب يقول لك انت لا تستصطب شخص واحد لا انا فاهم انا فاهم هلا حبي شوف فاطمه بنت من فاطمه الرسول عليه الصلاه والسلام يعني مرته ولا عائشه من مرته مرته نعم الرسول الله يقول الله يقول في يوم حبيبي شوف حبيبي شوف حبيبي الله سبحانه وتعالى ذكر في انا ما اتذكر الايه جيدا لا 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 اخي هذه ايه في سوره في لا عبد الله بتقرا القران انت بس حبس لنا بليز تدخل ايات في مايكل جاكسون انت دخل بطاطا مع الحمص انت توبى الى الله ومع الدجاج طغت قلوبكم فين وانت ظاهر لا لا اخي في سوره الطور في سوره الطور سوره الطور انا نسيت الايه لكن طلقكم سوف يزوجه باحسن منكم خلي هذه ما في ايه هذه هو مخلط هذا قران غير والله يا الله تبتعد عنها هاي الآية عقل فارسي ولا لا يبتعد عنها هاي الآية ما يعرفها والله ده جديد عندكم الدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هاي شوف 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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ها ذريتهم أزواجهم أهلهم فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة تكون في الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فاطمة لا اسمع لي حبيبي اسمع لي واحدة واحدة حبيبي أنت ليش شيعي شوف أنا ما أقول لك عائشة ما تخلي الجنة ما أقول لك عائشة هذا هو قرار رب العالمين مو قرار هو أنا هسه من الله ذكر خلاص مع الرسول ما أخصص واحد مثلا الله ذكر بأن الله ذكر بأن أزواج الرسول في الجنة ما ذكر نعم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أزواجه في الجنة هاي ألحقنا بهم ذريتهم ما قال أزواج الرسول كلهم بالجنة هذا هذا والله أبو عبد الله حبيبي أنا أقول لك إيش أبو عبد الله كم السعر تفاح في العراق
تفاح والبطاطس والله هذا شيء. هذا ايش اقول لك انا؟ اقول لك ايش انا؟ لا لا خليني اتكلم معاه. لا انا اخاف منك يا علامة زمانه، انت امام الثقلين وعلامة الخفين. اسمع انا اقول لك يا شيخي، القران الله سبحانه وتعالى، انت عندما تقول انا شيعي انت تتبع اصول كافيك صحيح؟ هذا كتب الشيعة، انت كيف شيعي انت؟ لكن عندما تقرأ، عندما تقرأ القرآن كتاب رب العالمين وخلاص يعني خلاص. لا بس كتاب رب العالمين ما قلت تصبح شيعي بعد ما ختمت غير كامل عشان اعرف. لا انا اعرف، انا ختمت مرات القرآن كله ما يقول لك اصبح شيعي ابدا، بل القرآن كله يخالف عقيدة الشيعة. مستحيل ولا آية تخالف. انا ما اقول لك انا شاطر بالنقاشات، انا هيك قاعد. الله يهديني. ايش اسمك حبيبي؟ جاي اسمع كم ايش اسمك؟ والله ايش اسمك؟ اسمي بدر. حي الله اخانا بدر. والله اخي نصيحه لكم، انسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القران. انا هذه نصيحتي للشيعه عندما ياتوا، لان ربما اذا قلت لك السنه السنه قل انا لا اخذ بسنتكم، اقرا القران. انا قلت لك انا الشيعه، بس الشيعه ممكنهم يشابهون. اقسم بالله انا عارف انا قدامك شيعي، اقسم بالله بحياتي ما سبيتها للصحابه بحياتي. اقول انا مرات من الصحابه اقول الله يرضى على اهل البيت ويرضى على اهل الصحابه. انا ما اقول لك انا الله قال رضي الله عنهم. اي خلاص غير محتاج ان تقول انت. انا اتكلم وياك، انا ما اقول لك انا اكره اهل الصحابه. لكن بدر 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 ما الراي؟ ما احبهم يعني ما راح اكثر. طيب طيب ما رايك في من يسب عائشه؟ والله هذا حشا بعرضه يشوفه. ها يشوفه بعرضه، هذا ما فهمش كيف بعرضه. بعرضه يعني يغلط، يغلط على عرضه الرسول، يغلط على هذا خبيث. أيوة هذا زنديق والله صراحه. بارك الله فيك. الحمد لله هم يقولون عائشه زانيه وعائشه مسوي شيء غلط، وجرت بنت عائشه تطلع افضل منهم. هذا اللي يقول اعطيني كتاب شيء. لا لا بدر 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 دقيقه. من يقول عائشه زانيه والعياذ بالله فهذا يقول بان الرسول زاني، لان الله ايش يقول؟ الخبيثات خبيثين. طيب فالان والطيبات للطيبين. فالان 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 طيبين. نعم 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 والطيبات للطيبين كذلك. نوح طيب والطيبات طيب. نوح طيب زوجته طيبه. نعم في العرض، في العرض. نعم طبعا بالعرض هي كانت كافره ولا زانيه ولا الحمد لله. نعم هي كانت طيبه في العرض، في العرض في العرض. كلهن ما زانيات، كلهن الحمد لله طيب، كلهن طاهرات. اي نعم طيبه، هذه معناتها طيبه، طيبه في العرض. من الطيبات ما تعرف شنو معناها، شنو يا اخي حبيبي. الطيبون من الكلام للطيبين من الناس، والخبيثين من الناس ما يتلفظون الا الخبيثات من الكلام. خلاص خلاص. فالرسول فاذا كانت عائشه زانيه، زانيه خبيثه من الكلام. بارك الله فيك. الزاني لا ينكح الا زانيه. منو قال عائشه زانيه او مشركه؟ طيب هذا الكلام لان اقول قل لعن الله من يقول عائشه زانيه. لعن الله من يقول عائشه زانيه، لعن الله ألف مره. ما شاء الله خلاص سوف يقتلوه. العراق يرجع. شو يقول البخاري؟ شو يقول البخاري؟ شو يقول البخاري؟ شو يقول البخاري؟ طلقها. ابو بكر يقول للنبي طلقها التي فضحتني وفضحتك. كذاب. شو يقول البخاري؟ والله مو في صحيح البخاري. فضحتها وفضحتني والله ما هذه عندها. الألباني شو يقول؟ الألباني الآن بخاري الألباني ابن تيمية. والله دول من البخاري الألباني ابن تيمية. لا يسك. شوف 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 الشافعي. شوف هذا هذا انطيني كتابة تبرع من الشيعة. والله العلي العظيم قدام دولة. اذا واحد الأنوار النعمانية، الأنوار النعمانية اذا كتاب قلت لك الأنوار النعمانية شو يقول؟ شو يقول؟ زانية. اعوذ بالله. شوف 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 اخي نعمة الله الجزاء. نعمة والله اذا نعمة الله عبد الله تكلم معك ألف مرة. خليني خليني شوف خليني خليني شوف 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 خليني يقول لك ما في زوجة نبي زنت. شلون تقول هذا الكلام؟ خليني طلع خليني طلع لا شيء خلاص على الجنسيات. اسمعوا الكلام بدون جناسي وماي بطلوا يحكي عربي. انا نتي بي براحتك. لا اخي هذا ياسر حبيب ما لك فيه. طيب هذا مو منهج. هذا هذا شنو؟ قل لعنه الله. لعنه الله من بره. هذه تقيه. هذه تقيه. لا لعنه الله. يلا الله يوفقه ان شاء الله. يلا شو تقيه. يلا خايف منك.
يا الله يحفظه ويعطيه العافيه والصحه. تلعنه تلهجه تلعنه. لا 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 سيد في انت انت قاعد تسوي تقييم والله العظيم انت قاعد تسوي تقييم قدام الجماعه تخلي الناس عاد يحبوك انه يرضون بيك بكلامك هذا غلط. هو يهرب هو شو الصح؟ لعن الله من سب ولعن وآل البيت او زوجات النبي. شنو هذا؟ هذا كلام زين. شنو هذا؟ كتبنا هاي كتبنا بس كتب كتبكم السبه. ما تسبونه؟ انا ما سبه بس هو مخطئ. شو اسوي لك؟ اطلع خال. ها سبيته سبيته انا فعله. ايش قال؟ لا شنو الفرق بينه وبينه؟ ايش قال؟ شنو الفرق بينه وبينه؟ ايش قال؟ هذا والله ينسي. ما سبه مخطئ ما سبه. ما انت مخطئ؟ ابو بكر كيف مخطئ والله مدحه؟ كيف مدحه؟ السابقون الاولون من امواج الانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. احسان لا سخي احسن من اهل البيت. عنده احسان شرط. هذا ما كلنا خلاص. هذا خلاص 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 خلاص. والذين اتبعوهم باحسان شرط الاحسان. يقول لي ابو بكر احسن من اهل البيت احسن من محمد بالاحسان. طيب طيب احسن من محمد. اسكت يا معود يا معود ما سبينا. قاعد اقول لك احنا السؤال يعني اللي طلع خطا فلان معناته يسب. طيب 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 بحال انوار بحال انوار عفوا بحال انوار المجلسي لا لا عفوا ما انسان لا لا عفوا الحمد لله الصادق عليه السلام يقول الصادق في قوله تعالى واذ الصادق وايش قلت انا الصادق انا ايش قلت صحيح ما آه أنا أنا لا أنا ظنيت هذا مستحيل يقول صادق. هذا الذي ذكر في كتبكم أخي الصادق. الصادق عليه السلام أنه كان يلعن في دبر كل مكتوبة أربع من الرجال وأربع من النساء التيمي والعدوي أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وأربع من النساء عائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. هذي يلعن عائشة. لا لعن واحد اسمع دقيقة. لا دقيقة دقيقة هذا هذا أسوأ. خذ هذا زين. لا خلي خلي هذا اسمع اسمع. حبيبي قل لعنه الله. شنو المعنى؟ المعنى معنى إطراد من رحمة الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعنه. شو اللي يدافع؟ لعنكم الله. كيف يدافع عن أسلم هذا؟ لعنه الله الخبيث. لعنك الله لأن غيرت الموضوع. سبحان الله أنت غيرت الموضوع. دقيقة دقيقة أخي تعال صاحبي والله لو دقيقة أنا ما أتكلم معهم لأن يجنوني والله. تعرف إيش؟ لأن والله يا أخي أخي حمزة والله يا أخي حبيبي ما في مشكلة. ما هو أسوأ أخي؟ ما هي أسوأ؟ المرأة المرأة الزانية ملعونة أم غير ملعونة؟ الزانية أخي الزانية ملعونة أم غير ملعونة؟ أخي لوين؟ سكت ما تفهم عربي أنت؟ ملعونة أم غير ملعونة؟ لا أنت تكلمت. المرأة الزانية ملعونة أم غير ملعونة؟ ملعونة خلاص. فإذا كان ملعونة إيش معناتها؟ واللي ترجم اخي والله حبيبي والله يا اخي هذه تعرفهم يدافعوا عنه يدافعوا عن الرجل. والقران شي اخي ما رايك في الانوار شي يقول؟ يقول ملعونه. القران شي يقول؟ ليش لعنه؟ شوف انا اقول لك ليش الان خليك لما ما نلعن ام عائشه والان سوف يريد يقول في القران. انا ما اتكلم معك انت اصلا. الله يعلم ايش اقول. ايش صغر القلب صغر القلب. شنو يعني صغر القلب؟ سغ القلب سغت قلوبكما. طيب شو معناتها؟ ما معناتها؟ منهن اثنين هن. ما معناتها؟ ما معناتها؟ ها؟ يعني خروج الايمان من قلبها. الكذب لا خلاص سغ القلب كذب. شوف 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 خروج الايمان خارج عن الموضوع. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شوف 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 لا هذا ليس هذا ليس معناه. لان اقول لك ايش معناه الان. هذه زيغ زيغ هذا زيغ زيغ ليس سغ حبيبي زيغ لا توجد زيغ نفس الصغر. لا 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 قول لي شنو هو والله يا اخي. شوف تعرف هادو تقيه تعرف اول اخي هذا هذا كلمته كثير من المرات. تعرف انا تعرف انا حبيبي حبيبي تعرف انا ابو عبد الله بعدين بعدين حياك الله. تعرف انا ايش فعلت حبيبي؟ يا اسمع اسمع ابو عبد الله والزا والصا ما تعرفونها صغير وصغير شنو يعني اخي؟ ما تعرفون باللغه العربيه صغ القلب وزغ القلب خروج الايمان. اوكي ما هو الفرق بين صيد وزيد؟ بعرفها. ما هو نفس الشيء صيد وزيد؟ لا ما هو صيد وزيد؟ ايه؟ لا لا صيد وزيد هذا انسان. انت لا لغه عربيه لا فرنسيه لا انجليزيه اي لغه يتكلم هذا؟ اسالك سؤال اسالني سؤال ما رايك في من يلعن عائشه؟ ليش معصب؟ لا انا جزائري هكذا اتكلم. قل لي ليش متعصب؟ انا جزائري اتكلم وانا اتعصب على امنا عائشه فهذا تعصب ممدوح. لا تلعنها فهذا تعصب ممدوح. لا قبل ان تكلمني ما رايك في من يلعن عائشه؟ ما اسالك انا اسمعني اجل تفضل. الناس تبي لو لا ايش كل بس يا
مع ابي عبد الله ما يستفيدون ابدا. التدريب الناس الان موجودين يستفيدون لولا. تفضل. اذا خلي نقاشك هادئ، خلي نفتهم لك تفتهم عندنا، ماكو سياح وماكو واحد يتم الثاني تقيه وما تقيه. لا انا ناقشك انا كشيعي اقول انا كنت شيعي واصبحت شيعي لانه امنت بما امرني به رسول الله. امنت ولا امنت؟ اسمع اسمح لكمل. رسول الله امرني باتباع